السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يوم مشهود في تاريخ الكويت، إنه عيد من أعيادنا، حيث نحتفل فيه ببدء العام الدراسي الثاني بعد أن تحررت الكويت من براثن عدو غاشم آتي. اليوم يوم مشهود في تاريخنا، إنه عيد من أعيادنا يكرم فيه أبناء الكويت الذين قرروا أن يتحدوا العدوان، فاتخذ القرار الشجاع بأن تبقى أعلام الكويت عالية مرفوعة في أماكن تجمعاتهم التي فرض عليهم التواجد فيها خلال رحلة الكويت. اليوم يوم مشهود في تاريخ الكويت، نحتفل فيه بانتصار إرادة أبناء الكويت التي هزمت المستحيل، فانتصرت إرادة التحدي وعادة الكويت أصيلة معطاءة، مصدر حضارة وإشعاع ثقافة. اليوم يوم مشهود في تاريخ الكويت، نستلم فيه دروس النصر الكبير ونجسد أسلحته، وهي ببساطة وحدة وطنية تجمع كل أبناء الشعب، وثقة متبادلة بين الشعب والقيادة، وولاء وانتماء للوطن أرضاً وجواً وبحراً، رسالة وقيماً ومبادئ. أيها الحفل الكريم، بسم الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبدأ حفلنا بآيات من القرآن الكريم يتلوها الطالب أنس يعقوب ثويني من مدرسة البيروني المتوسطة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى، أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب، صدق الله العظيم. Thank you.
حقيقة إن الأسرة التربوية سعيدة بهذا العام الجديد الذي نتبارك من خلاله بهذا التجمع وبرعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله سالم الصباح لرعايته العام الدراسي الجديد، وأننا نعاهد الله ونعاهد هذه الأرض الطيبة بأن يستمر العطاء بالنسبة للأسرة التربوية لكي تكون الكويت دائماً في المقدمة، مقدمة الدول التي تكون في المجالات المختلفة وفي المحافل الدولية المختلفة. أيها الحفل الكريم، في هذا اليوم المشهود من أيام الكويت يتحدث معالي وزير التربية ممثل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي تفضل مشكوراً برعاية هذا الحفل، ويسعدنا الآن أن ندعو الأستاذ الدكتور سليمان سعدون البدر وزير التربية ليتحدث إلى أبنائه وإخوانه وزملائه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حضرات الإخوة الكرام، حضرات الأخوات الكرام، أبنائي وبناتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأهنئكم بالعام الدراسي الجديد، وأتشرف بأن أنقل إليكم تحيات سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد عبد الله السالم الصباح الذي تفضل فشمل لقاءنا هذا برعايته الكريمة. نلتقي اليوم بمناسبة عزيزة على كل أم وعلى كل أب، حيث تفتح أبواب المستقبل أمام فلذات أكبادنا ليبدأوا خطواتهم الدراسية في شتى المراحل الدراسية. وعندما نقارن بين يومنا هذا وبين بداية الدراسة في العام الماضي، نشعر بفخر واعتزاز، وتكاد تهتف قلوبنا: يا أيتها الدنيا أطلي واشهدي، لقد دحر الطغاة بفضل من الله سبحانه وتعالى، وأفشلنا كل مخططاته الآثمة وأعدنا البناء شامخا. وهنا نتوقف قليلا لنستعيد معا شريط الفخر والاعتزاز هذا يوم تحرر الوطن من نيل الطغاة. أيها الإخوة والأخوات، أبنائي وبناتي، كلنا نعلم ما قام به شعب الكويت أثناء الفتنة والمحنة الكبرى من أعمال جليلة في الداخل والخارج، وكلنا نعلم علم اليقين الدور الكبير الذي أداه صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده وحكومته خلال فترة الاحتلال البغيضة. ولكن الدور يبقى شامخاً بعد التحرير، حيث عادت الحكومة الكويتية وعاد من أبناء هذا الوطن الغالي، فوجد الجميع أن أرض الوطن تكاد تخلو من مؤسساتها، والأرض مزروعة بألغام الحقد والغدر. فشمر الجميع عن سواعده وبدأ في تنفيذ خطة الطوارئ. ثم جاءت حكومة سمو ولي العهد الحالية لتكمل المشوار يداً بيد مع أبناء الوطن المخلصين المجاهدين، مقدرين كل العرفان والجميل لمن سبقنا. وقد وضعت الدولة كل إمكاناتها وبذل الكل جهداً جباراً ليعود شرطي المرور إلى الشارع ليشعر الإنسان بالأمن والأمان، وتضيء الكهرباء كل بيت، وتدخل مياه الشرب إلى كل منزل، وتبخر السفن جون الكويت لتصل إلى الموانئ سالمة، وتحط الطائرات في مطار الكويت،
وترصف الشوارع من جديد، وتزال القمامة من كل شارع، وتكلل الجهود بالتعاون بيوم أشرق على أبناء الكويت. لا ككل الأيام، ذلك هو يوم 24 أغسطس من عام 1991، عندما أشعل والد الجميع سمو الأمير شعلة العلم وسلمها لسمو ولي عهده، معلناً بدء اليوم الدراسي في وطن عادت إليه إشراقته وعاد إليه العزم والتصميم. في يوم عودة الأبناء إلى مدارسهم في يوم 24/8، يوم خالد مسجل في سفر تاريخ الكويت، ويعتز به كل أب وكل أم وكل طالب وكل طالبة. ولم يكن لهذا اليوم أن يأتي لولا رعاية ومتابعة من سمو الأمير الوالد، وبذل وعطاء وتذليل لكل العقبات من قبل سمو ولي العهد الأمين. ولولا تعاون كل الصفوف بين مختلف أجهزة ومؤسسات ووزارات الدولة، ولولا بذل وتضحية من المدرسين ومن المدرسات والنظار والناظرات ومدراء المناطق التعليمية والإدارات المختلفة في وزارة التربية، وما كان لذلك اليوم أن يأتي لولا متابعة وحث من قيادات وزارة التربية جميعا. أيها الإخوة والأخوات، أبنائي وبناتي، لقد عشنا منذ يوم 24 أغسطس عاما دراسيا طويلا تميز بالعزم والجهد والعطاء والتحدي، واستطعنا بفضل من الله العلي القدير أن نفشل مخططات المعتدي الغادر في مجال التربية والثقافة والحضارة، كما أفشلنا كل مخططاته الآثمة في محو كيان وطننا والقضاء على شرعيتنا ووجودنا، حتى عادت الكويت تزهو بلباس الفخر والاعتزاز وترفل بأثواب الحرية والديمقراطية. فحمداً لله على تلك النعمة أولاً وأخيراً، وشكراً وامتناناً لكل مواطن كويتي بذل وأعطى. ودعوة خالصة نتوجه بها إلى الله العلي القدير أن يقبل عنده شهداءنا الذين جسدوا روح العطاء وبذلوا النفس دفاعاً عن الوطن الغالي، وندعوه جل وعلا أن يفك قيد كل أسير قابع في سجون طاغية العراق. ولن ننسى ولن ننسى أبداً تلك المواقف الشريفة التي ساندت الحق، فتحية وتقدير إلى قادة وشعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر وسوريا والمغرب والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وباكستان وبنغلاديش والسنغال، وكل من ساند الحق والشرعية من شعوب الأرض على اختلاف مواقعهم وجنسياتهم. أيها الإخوة والأخوات، أبنائي وبناتي، نستأنف اليوم مسيرتنا التربوية ونحن على يقين بأن المستقبل هو رهن بالبناء ومواكبة عصر العلم والتقنيات الحديثة والارتقاء بمستوى الفرد علمياً واجتماعياً وثقافياً، مع سند أكيد من الإيمان بالله قولاً وعملاً، وترجمة لتراث عظيم لأجداد سادوا العالم بحضارة إنسانية رائعة. وعلى هذا الأساس تتجدد رحلتنا في سبيل بناء مستقبل أفضل لهذا الوطن الغالي وتحقيق عزته ورفعته، ولنفسح في عقولنا مساحة أكبر لفكر يرفض كل أشكال التعصب والتمييز بين بني الإنسان، ولندرب تلك العقول على الحوار ومقارعة الرأي بالرأي متآلفين متحابين. وفي نهاية كلمتي هذه، يسعدنا أن نكرم كوكبة من أولئك الذين أعطوا خلال فترة الاحتلال الغاشم، وأدعو الله سبحانه وتعالى
أن يأخذ بأيدينا جميعاً لبناء ذلك المستقبل الذي ننشده، وأدعوه سبحانه وتعالى أن يوفق أبناء وبنات الكويت وبنات ديرتنا الحبيبة إلى النجاح والتمسك بأهداب الفضيلة والأخلاق الكريمة. وأتوجه إليه جل وعلا أن يحفظ أميرنا سمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ سعد عبد الله السالم الصباح، وأن يوفقهما ويسدد خطاهما إلى ما فيه خير البلاد والعباد، وأن تبقى أرض الكويت أرض العروبة والإسلام، حرة كريمة عزيزة شامخة. والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah.
والآن جاء دور تكريم الأخوة والزملاء من أبناء وبنات الكويت الذين قالوا لا للعدوان، لا للطغيان، لا للاحتلال الأرض. جاء دور تكريم الأخوة والزملاء من أبناء وبنات الكويت الذين صرخوا في وجه المحتل وأعلنوا قرارهم الشجاع. مدارسنا التي دمرها الطاغية سوف تستمر. لقد فتح الأشقاء والأصدقاء قلوبهم، قدموا لنا المباني المدرسية، فترجم الأخوة والزملاء قرارهم إلى عمل كبير وحققوا للكويت أروع انتصار، فاستحقوا التكريم. أيها الحفل الكريم، باسمكم جميعاً أدعو معالي الأستاذ الدكتور سليمان سعدون البدر ممثل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والأستاذ بدر يوسف الشمروخ مدير إدارة النشاط المدرسي لتوزيع الجوائز والشهادات التقديرية على الذين جسدوا إرادة الشعب الكويتي التي لا تعقل. الدكتور عبد الله يوسف الغنيم. الأستاذ عبد الرحمن علي الخضري. الدكتور يعقوب أحمد الشراح. الدكتور يوسف عبد المعطي. الأستاذ محمود يوسف العبد الرزاق. الأستاذ حمود راشد الهنيدي. الأستاذ فيصل عبيد السمار. الأستاذ فيصل عثمان الجيران. الأستاذ محمد سالم الرومي. الأستاذ وليد سلمان القضيبي. الأستاذ محمد حمود الزهمول. الأستاذ الشيخ عبد العزيز المسلم. الأستاذ عبد الله عبد اللطيف الرجيب. الأستاذ عبد الرحمن إبراهيم الصقعبي. الأستاذ علي محمد حسن محمد. الأستاذ علي مطر علي العيسى. الأستاذ عيد أحمد الشراح. الأستاذ محمد حسن علي الأنصاري. الأستاذ محمد علي عباس غلوم. الأستاذ محمود يعقوب محمود الناصر. الأستاذ منصور محمد عبد الله السابق. الأستاذ يوسف شهاب أحمد مهدي.
الأستاذ عبد الصاحب أحمد ياسين، الأستاذ عبد الله جعفر جاسم جعفر، الأستاذ خالد العصفور، الدكتور غانم سلطان أمان، الأستاذ سعود عبد العزيز الشايع، الأستاذ براك عبد المحسن الحريبي، الأستاذة نادرة محمد أمين الرئيس، الأستاذة عفيفة محمد علي الشمالي، الأستاذة هند سالم العبد الجابر، الأستاذة أميرة عثمان عبد الله، الأستاذة جواهر عايب فليطح الشمري، الأستاذة ذكريات جاسم سعود، الأستاذة سلوى علي هلال، الأستاذة فاطمة رسام الجري، الأستاذة فاطمة محمد شنوف الهاجري، الأستاذة فاطمة وصف الشيم، الأستاذة ابتسام عبد الله أحمد العصفور، الأستاذة سهيلة عبد اللطيف حمد البلوشي، الأستاذ إقبال علي ياسين الغربلي، الأستاذة الجازي عايد فليطح الشمري، الأستاذة شمة سعد عبد الرحمن القهوي، الأستاذة عزيز حسين علي شمسان، الأستاذة غنيمة صالح أحمد الياقوت، الأستاذة فاطمة شريدة سعد الشريدة، الأستاذة فوزية يوسف عبد اللطيف، الأستاذة مريم عبد الله حمد، الأستاذة منى جعفر أبو عبد الرحيم،
الأستاذة منى عبد الرسول عبد الكريم أحمد. الأستاذة منيرة محمد زيد العدواني. الأستاذة هدى عبد الوهاب عبد الواحد شهاب. الأستاذة صبحة إبراهيم صالح. الأستاذة أمال خلف عقيم. الأستاذة بدرية سليمان علي قطان. الأستاذة خنساء عبد العزيز الرشيد. الأستاذة رندا جاسم خالد البلوشي. الأستاذة غنيمة يوسف أحمد. الأستاذة رحيمة مجيد محمد صالح. الأستاذة عائشة جار الله سليمان الحبيب. الأستاذة فاطمة عاشور أحمد إبراهيم. الأستاذ استغلال عبد الوهاب الرفعي. الأستاذ جيهان محمد علي أسلم. الأستاذ وفاء سالم راضي الفرج. الأستاذ علي سالم علي سالم. الأستاذ طارق عاشور الصباغ. الأستاذ إقبال عبد الله العيسى. الأستاذ نجاة صالح لعمر. الأستاذة عواطف عبد الله العيسى. الأستاذة وفاء أحمد الفوزان. الأستاذ أنور خالد العيام. الأستاذة منى مصطفى عيسى. منى خالد الوزان. الأستاذة هويدة مسفر محمد الغنطة. الأستاذة مائدة صالح بخمسين. دكتور محمد علي عبدالله. الأستاذ سالم فهد سالم المفتاح. الأستاذة ريم عبد الرحمن الشايع. الأستاذة ثريا الهيم. الأستاذة غنيمة الفلاح.
عفوا ابو الاستاذ او الاستاذه احسان الصفر. الاستاذه بدريه السابج. الأستاذة شريفة النيباري. الأستاذة فاطمة عبد الوهاب الرفاعي. الأستاذة كفاية دعيج خلف النهابة. الأستاذة هيفاء عبد العزيز عبد الله. الأستاذة مديحة عبد المنعم محمد سلمان. الأستاذة وفاء محمد المسلم. الأستاذة إيمان عبد الرحمن الخضري. الأستاذة لمياء براك الطبطبائي. الأستاذة نادية إسماعيل علي حسن. الأستاذة نادية محمد الحسين. الأستاذة نبيلة علي ياسين الغربلي. الأستاذة نورية عبد الملك. الأستاذة غنية بشير مبارك. الأستاذة هيفاء ثاني صالح تويتان. الأستاذة زهرة محمد يونس. الأستاذة عفاف محمد عبد الله الحسن. الأستاذة هالة بدر الردعان. الأستاذة إيمان حمدان إدهام السيف. الأستاذة موزة عيسى الرمح. الأستاذة نهلة فرج منصور السابج. الأستاذة عائشة محمد عبد العزيز الحوطي. الأستاذة منى عبد الرحمن الخضري. الأستاذة لولو عبد الله فهد الصقر. الأستاذة إقبال ثاني تويتان. الأستاذة فاطمة عبد الرحمن الحساوي.
الأستاذة هند عبد الله الخلف السعيد. الأستاذة عبلة عبد الله الغانم. الأستاذة فايزة محمد الجوهري. الأستاذة نجاة عبد الوهاب عبد الله. الأستاذة إكرامة محمد الخطيب. الأستاذة نادية داوود البصيري. الأستاذة ميدة سيد عبد الحميد. الأستاذة جيهان عثمان عبد الله الجيران. الأستاذة حنان محمد عبد الله الملا. الأستاذة إلهام بدر التركيت. الأستاذة نعمة عبد الله الحوقل. الأستاذة مديحة علي جاسم المصباح. الأستاذة نهلة محمود عبد المعطي. الأستاذة إيمان عيسى علي محمد الرمح. الأستاذة مريم صالح محمد المجيمي. الأستاذ صلاح أحمد يوسف علي. سلطان محمد المزعل. الأستاذ عصام يوسف أحمد الزعابي. الأستاذ فهد الماس. الأستاذ خالد صالح الغيد. الأستاذ غسان علي المصيبين. الأستاذ فيصل مجيد حياة. الأستاذ راشد سالم العلي. الأستاذ بدر علي الرشوم. الأستاذ محمد عبد الرضا رمضان. الأستاذ جاسم محمد النجار. الأستاذ أحمد عبد الله الخلفان. الأستاذ عبد العزيز فهد عبد العزيز. الأستاذ مناور ضيف الله العتيبي. الأستاذ سامي نوح برسمي. الأستاذ فهد عبد الرحمن حسن عبد الله. الأستاذ حسن عبد الله الحميدي. الأستاذ
الأستاذ علي راشد جاسم المطوع. الأستاذ طارق عبد الرضا عبد الله. الأستاذة نادية علي حسين سعد. الأستاذة نوها زين الكاظمي. الأستاذة هيا سالم مبارك العازمي. راهد الهاجر، الدكتورة كافي رمضان، الأستاذة عائشة حمادي، الأستاذة هدى عبد العزيز عثمان محمد الحبيشي، الأستاذ ابتسام محمد ناصر الأرمش، الأستاذ نجاة يوسف محمد سالم، الأستاذ خلود سعد العلي سالم الجيمي، الأستاذ أمينة خليل إبراهيم الغودري، الأستاذة انتصار حسين علي العبد العالي، الأستاذة جواهر عبد الحسين بهروز حسن، الأستاذة هناء قضيب، الأستاذ جواد عبد الله نجم، الأستاذة هدى عبد الواحد، الأستاذ فرج حمد فرج الشلال، الأستاذة فتحية الحداد، الأستاذة منى ثابت حبيش، الأستاذة آسيا إبراهيم القطان، الأستاذة هند سالم عبد الغالي، الأستاذة منيرة عبد الرحمن البدر، الأستاذة هاجر خلاف العنزي، الأستاذة جواهر زيد جوهر مبارك، الأستاذة رياحين رشيد مجيد، الأستاذة شيخ حسين القصار، الأستاذة إقبال سليمان المطر، الأستاذة مشاعر البرجس المجاري، الأستاذة بدرية عبد العزيز الطيري، الأستاذة نادي أحمد الدقان، لجنة المملكة العربية السعودية، الأستاذ عبد المحسن ناصر سعيد،
الأستاذ إبراهيم محمد أبا الخير. الأستاذ رجح جيلان مطير. الأستاذ يوسف الصانع. الأستاذ فايز عطية شمري. الأستاذ إبراهيم الوزن. الأستاذ محمد جاسم. الأستاذ فلاح العجمي. الأستاذ محمد مطلق المترك. الأستاذ محمد سيف النامي. الأستاذ عبد الله إسماعيل الصقر. الأستاذ عمر سابج. الأستاذ حصة هايف عبد الله الحويلة. الأستاذة أمينة عبد الله إبراهيم. الأستاذة خالدة عبد الله إبراهيم. الأستاذ المرحوم محمد سعود الزايد. الأستاذ محمد مصبح الحزمي. الأستاذ إبراهيم صالح الهملان. الأستاذ ظافر سلمان العصيمي. الأستاذ جلال الهاملي. الأستاذ جلال الهاملي. السعودية الخضرية. الأستاذ سالم الرشيد. الأستاذ مرزوق عسيف المطير. يواصل ويانا في توزيع الجوائز الأستاذ عبد الرحمن الخضري وكيل وزارة التربية. لجنة دولة البحرين. الأستاذة فاتن داوود البدر. الدكتورة دلال عبد العزيز الهدوي. الأستاذة منيرة أبو حمراء. الأستاذ حمزة علي زيد محمد. الأستاذ منصور علي الشطي.
الأستاذ عبد الله محمد الغريب. الأستاذ بدر محمد المنصور. الأستاذ أحمد عبد الله مبخوت الزمانان. الأستاذ يوسف عبد الله الكندري. الأستاذة فائقة الإبراهيم. الأستاذة رقية علي الخميس. الدكتورة نورية مشاري الخرافي. الأستاذة دلال جعفر الزين. الأستاذة سلوى حسن درويش. الأستاذة مريم مبارك نوهيك. الأستاذة خديجة علي تقي. الأستاذ فهد حسين حسن درويش. الأستاذة منى أحمد السيد. فهد معتوق العسلاوي. الأستاذة فاطمة عبد المحسن الشخص. الأستاذة حليمة علي تقي. علي نقي. الأستاذ أسعد محمد خريبر. الأستاذة عبير عبد العزيز العدساني. الأستاذة ريم سعد القعود. الأستاذ جاسم محمد كمال. الأستاذة شيخ محمد صالح العدساني. الأستاذ زامل عبد الله إبراهيم المطوع. الأستاذة عزيزة عبد الحميد بهبهاني. الأستاذة نوال حسن درويش. الأستاذ طالب سيد هاشم. الأستاذة فخرية محمد الأربش.
الأستاذة منى أحمد السيف. الأستاذ عبد المحسن علي ميرزا. أيضا عندنا الآن توزيع جوائز وشهادات على مركز الدراسات الموسيقية والحاصلات على المراكز العشر الأوائل. يتفضل سيد وزير التربية. الأستاذ عبد العزيز مفرد فرح تفضل أيضا. العشر الأوائل في مركز الدراسات الموسيقية سعاد المراغي. تهاني البناي. انتصار درويش. إلهام عبد العظيم. أمل الفهد. نورية دشتي. فاطمة كميل. دلال منيع. فخرية عبد الرحمن. سعاد الحيدر. في الختام لا يسعنا إلا أن نشكر كل من ساهم وإيانا في هذا الاحتفال، وحقيقة نتمنى أن يكون هذا العام عاما دراسيا ناجحا إن شاء الله بجهود المعلمين وجهود الإدارات التعليمية والمناطق التعليمية والإدارات التربوية جميعا، ونتمنى لأبنائنا الطلبة والطالبات النجاح والتوفيق وخدمة الكويت بلد المحبة والسلام. وشكرا.